اهلا بحضراتكم مره تانية. هنستثمر الوقت المتبقي في حوارنا، وبجدد التحيه بضيوفي. وسؤالي لحضرتك يا دكتور مدحت، هل المرض وراثي؟ يعني اذا كنا بنتكلم عن شباب في مقتبل العمر اصيبوا بالكانسر وعرفوا ان هم يعني يخوضوا رحله العلاج بنجاح، هل بعد كده بعد ما ربنا يعني يكرم الشاب ده ويحقق حلمه بتكوين عيله واسره واولاد، هل ممكن انه يعيش تحت بظله التوتر والظن دائما انه ممكن يورث ما حدث ليه لاولاده؟ هو طبعا السرطان في بعض الانواع بيقولوا ان في جينات ممكن تنتقل فعلا من شخص الى السلاله بتاعته. بيقولوا مثلا كانسر البروستات عند الرجاله بيجي اكتر للرجاله اللي مامتهم كان عندها سرطان كانسر في البريست في الثدي، او اللي كان باباه عنده كانسر في البروستاتا. ففي جينات ممكن بتتوارث، بس ما هو في الاخر اي انسان معرض للموضوع سواء وراثه او مش وراثه، لكن ما بيبقاش الهاجس لدرجه ان الواحد يبقى قلقان انا جالي فلازم هيجي لولادي، لا مش بالدرجه دي ابدا ابدا. بس هو يعني بيبقى الموضوع يستدعي الحيطه. لو واحد مثلا باباه جاله سرطان بروستاتا او خاله او عمامه، لازم بقى يبتدي ياخد باله ويكشف بدري ويتابع بدري، علشان الحاجات دي لما بتكتشف بدري بتتعالج. المشكله بقى لما الواحد في ناس يقول ايه ايه الدكاتره ونروح نعمل ايه، ودول الدكاتره بياخدوا فلوس وما اعرفش ايه وبتاع، ويبتدي يتكبر وبعد كده يصاب بمشكله وما يقدرش يلحقها. فدايما زي دكتور وليد قال، وفرصه برضو ناكد على الناس، الكشف المبكر ده مهم جدا جدا جدا. محدش يستهين بصحته، لو حصل اي حاجه يروح للدكتور. فممكن نتكلم شويه عن الكشف المبكر ازاي؟ يعني اللي بيسمعنا دلوقتي وبيقول اعمل ايه عشان اكشف كشفا مبكرا علشان يعني يقي نفسه. خلينا اتكلم انا مثلا عن امراض الذكوره، ودكتور وليد يتكلم عن امراض النساء. بالنسبه للذكوره مهم جدا اي حد فوق سن الخمسين سنه من الرجاله يعمل فحص دوري على البروستاتا بتاعته من خلال الكشف الاكلينيكي او من تحاليل خلال تحاليل دم حاجه اسمها البي اس اي. مهم الشباب في اي سن زي ما الست بنعلمها ازاي تعمل يكشف على الخصيه بتاعته ويحسها، لان ساعات بيبقى فيه ورم صغير هو المريض ممكن يكتشفه، بس ما عندناش ثقافه توعية للشباب اكشف على نفسك زي ما احنا بنأكد على الستات الشباب لازم يكشفوا على نفسهم. لو حس اي حاجة مش طبيعية لازم يروح للقاضي. مش طبيعية بجسمه. لو هو عنده خصية معلقة داخل بطنه او ما نزلتش، لازم كل سنة يعمل موجات فوق صوتية يطمن ان ما فيهاش اي تغيرات سرطانية. هي دي الحاجات الاساسية. طبعا تجنب التدخين ده مهم جدا، ده بيزود نسب السرطان. قافت العصب. تجنب كل الحاجات اللي هي مضرة للصحة بصفة عامة، البدانة الزائدة، الأكل اللي مش مظبوط، التلوث البيئي، تجنب الحاجات دي، الحفاظ على الصحة العامة بصفة عامة. وبالنسبة للنساء يا دكتور؟ بالنسبة للنساء لو بدأنا مثلا بالبريست كانسر، احنا طبعا في السيلف اكزامينيشن او الفحص الذاتي اللي المفروض السيدة تعمله لنفسها ان جنرال، حتى الشابات الصغيرة، بس يعني سبيشالي الناس اللي هم بعد سن الأربعين لازم تقف قدام المرايه. مش عاوز اقول يعني حتى كل اسبوع، طب كل شهر، واخده بالك؟ في طريقه معينه لفحص الثدي بتقسيمه الى اربع مناطق، ثم الفحص الاول باللمس، ثم الفحص العميق. في طريقه معينه ممكن اي دكتور نسا يشرحها للسيده ويوريها لها يعني. ثم تعصير الثدي وكشف عن منطقه الحلمه، نزول اي دم من الحلمات، وجود اي كتله تحس تشعر بيها السيده او البنت في الثدي، كل دي علامات. وجود اي حاجه ماس او كلكيعه كده صغيره ورم تحت الابطين، بالذات لو كان غير مؤلم ويزيد مع الوقت ومصحوب باي حاجه في الثدي، كل دي علامات على الثدي. بس الاورام دي بتبقى واضحه؟ كتير فيها بيبقى واضح، كتير فيها بيبقى واضح. وبعدين حضرتك ده الاول فيز 1 او يعني المرحله الاولى. فيز 2 احنا لازم بعد سن ال 40 روتين لحضرتك كل سنه تروح تعمل الترا ساوند
على الثديين، يبقى في الترا ساوند اسمه ايه ده كمان يتعمل على منطقه الحوض كلها، لان لو نقل من موضوع الثديين او الكانسر بريست الى منطقه الحوض، اي نزيف ينزل بعد سن انقطاع الدوره ده علامه مش كويسه. لازم ممكن يبقى عادي بس لازم اروح لدكتور النساء. يعني لا يستهان باي طارئ على الجسم. طبعا طبعا طبعا. نزول نزيف بعد سن انقطاع الدوره وتماما توتالي عدت سنه بعد انقطاع الدوره وفي دم نزل، لا ده لازم دي علامه يعني الارمنج ساين، واروح لدكتور النساء واعمل سونار، ولو شاف بطنه الرحم سميكه شويه ممكن ينصحني ان ياخد عينه او كحت من بطنه الرحم عشان يتم فحصها، لان لا قدر الله ممكن يكون في حاجه مش كويسه في بطنه الرحم، او 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 نزول دم بلاش نزيف شديد حتى ولا بقعه واحده، اطمن على عنق الرحم، في حاجه اسمها الفحص الروتيني لعنق الرحم برضو في مرحله معينه سنيه معينه، واخد بال حضرتك. يبقى كانسر او مشاكل المبايض، ودي كتير فيها بيتم الكشف عنها بالموجات فوق الصوتيه، لكن حقيقه احنا بنسميه حتى الورم القاتل الصامت، لان مشاكل كانسر المبايض ده ان هو ان لم اتابع المواضيع روتينلي بمواجهات صوتيه عشان اكتشف او اشوف اي مشكله في حاجه، ممكن يبقى في حاجه كبيره وما احسش بيها في مرحله متقدمه جدا. حاله الوعي دي موجوده؟ يعني حضراتكم شايفينها؟ يعني في ناس فعلا دلوقتي بتتجه فقط للكشف المبكر من غير اي مشاكل وما حصلش عندها حاجه؟ ولا لازم يعني تبقى الشريحه للاسف لا شريحة، شريحه قليله جدا، شريحه قليله. يعني انت بتتكلمي لو الشعب المصري 100 مليون احنا بنتكلم ممكن الوعي الاورينتيشن ده في وسط 7 8 مليون من ال 100 مليون، لكن الماجوريتي فوق ال 90% الناس ما تروحش للدكتور غير لما تبقى يبقى في مشكله. ويقول لك اصل انا بكره اروح للدكتور. أيوه. بتشائم لما اروح للدكتور. أيوه. طب ما هو التشوه هيبقى اكتر يعني في مرحله ليه لا قدر الله، لو تم يعني ممكن يبقى الموضوع سهل علاجه والبروفلاكسس والوقايه منه، زي ما استاذنا دكتور مدحت بيقول موضوع زي اللايف ستايل نفسه، ان انا امارس رياضه، ان انا ابطل سجاير، ان انا ما بقاش وزني زياده قوي، ان انا اعمل روتين شيك على نفسي. يعني ثقافه الروتين شيك وتحليل دم سنوي وزاره الطبيب العمومي عشان الواحد يطمن، ما حدش بيعمل كده. مع ان في حملات توعيه كتير في خصوصا يعني للمراه. يعني ده انشورد بره حضرتك، الروتين شيك ده بره انشورد لعمليه الكشف المبكر الفتره الاخيره، يعني واضحه بره الروتين تشيك ده في دول كتير انشورد، يعني في تبع التامين الصحي. من حقك كمواطن، مش من حقك ده الزام ان انت لازم تروح، اصل ده بيوفر للبلد ان الناس تتعالج بدري بدل ما تتعالج متاخر، يعني اقتصاديا ده اوفر للمريض للمريض اللي يتكلف يعني في مراحل العلاج المتاخره اكتر متهيألي. طبعا طبعا طبعا. وبعدين هي في الاخر هي حفاظ على القوى البشريه، وحفاظ على الوضع المالي والقوى الماليه زي ما انت مدحت بيقول، لان فعلا انا العلاج المبكر للمرض ممكن يكلف عشر لما لو دخلت ليت ستيج، انت ممكن تبقى حاجه بسيطه قوي تحتاج علاج بسيط، لكن لو دخلنا في مرحله متقدمه تبقى جراحات صعبه وكورسات متقدمه جدا، واحتاج اقعد في مستشفى شهرين وثلاثه، شاغل سرير في مستشفى ثلاث اربع شهور. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويديم الصحة والعافية على الجميع. بشكركم دكتور مدحت عامر أستاذ ورئيس قسم الذكورة والعقم في طب القصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية. شكرا لحضرتك دكتور مدحت. دكتور وليد حامد استشاري النساء والعقم والحقن المجاري وسكرتير الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا لحضراتكم وتصبحوا على خير.